أنا كجيمر وكعراقية ومستكنة في بغداد كلش متحمسة لسلسلة Assassin's Creed Mirage، لأن هذه السلسلة تراوينا بغداد عكس اللي نشوفها بالإعلام من إرهاب وحرب وقتل. من أكثر الشغلات اللي تميز هذه اللعبة هي دبلجتها باللغة العربية. كل الوطن العربي ذا ينتظر يلعب لعبة بدبلجة ممتازة، وأكيد يعني Ubisoft اشتغلوا على لعبة Assassin's Creed وديراونا هذا الشيء الجديد والغريب، especially أن الجيمرز العرب. هاي اللعبة رح تساعد بإيصال تاريخ العراق الحقيقي وثقافته الحقيقية للعرب وللعالم كله. دائما مو بس اساسا، دائما الالعاب بصوره عامه تعكس صوره بغداد وبالعراق بصوره عكسيه عن الواقع اللي احنا بيه. بغداد هي اصل الحضاره، اصل الطب، العلم، كله طلع من بغداد. اساسا اخذت افضل صوره لبغداد على مستوى العالم بايام العباسيين، والاساس بصوره عامه الميراج نقلت حضاره كلبس كطب من كل النواحي، نقلتها ميراج بافضل صوره للعالم.